Inna arsalna Nuhan ila qawmihi ana anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qawmi inni lakum nazirun mubin. An ya'budu Allah wa attaquhu wa atiqun. Yaghfir lakum ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدكم دعائي إلا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَمُ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَمُ وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فينبتكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وبلده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا شعاعا ولا يئوس ويئوس ونسرا فقد أذلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا إما خطيئاتهم أغرضوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين زيارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إنا فارا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم فيا الله فكيف ما بستيكس أمين.